السلام عليكم، انا سميتي صباح ختالة من مدينة وجدة. انا مريضة بالسرطان، مصارعة مع هذا المرض من 2014 بشهر 11. اكتشفت المرض كنت كنخدم، كنت ديما كنخدم، كنت عاون انا والزوج ديالي عليه من زمان. ملي اكتشفت المرض صافي شهر عام تاع الشيمي موراها، درت العمليه في 2016 شهر 3، حيدت البزوله كامله، درت العلاج، تعالجت والحمد لله كان علاج مزيان ديك الساعه. موراها جلست 3 سنين وبقى يجيني الحريق ويجيني بزاف نتاع العوارض، بقات كتبان، مره كيقولوا لي الاستوما، مره كيقولوا لي هادي، حتى طحت كريز، دخلت في غيبوبه وتشللت. من بعد عاد عرفوا بلي المرض ولا لي للراس، صيفطوني للرباط، درت واحد سكانر في الرباط، قال لك بلي راه عندك في العظام وعندك الضو زايد في الجسم، طاقة تاع الضو عندك زايدة في الجسم بزاف، كنشرب عليها الدواء وأنا غيكارية والمصاريف غلباتنا. الزوج ديالي تا هو ماشي شي صحة، مريض حتى هو بالشربون، ولا إله إلا الله، عندي جوج ولاد وبنية. وملي كانت الصحة كنا نخدمو ونتعاونو، ودابا الله غالب، اللي في قلبه الرحمة يتعاون معايا. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. وكنشكر بزاف هاد الدراري اللي جاوا عندي، الله يحن عليهم والله يوفي لهم ما راهم يتمنوا. كنطالب بكل اي واحد قدر يعاونني بشي حاجه، واش ما كان في التحاليل ولا في الدواء ولا في المصاريف نتاع الدار ولا في ما ولا ضو ولا كرا ولا سكنه ولا اللي حن قلبه باش ما كان. كنشكركم بزاف بزاف، راني صافي ما قديتش، والله العظيم والله العظيم ربي شاهد على ما راني نقول، راها واصله فوق ما تخيلوا، فوق ما تصوروا. نطلب ربي يكون معنا ومع الجميع. بغيت المساعده تكون يعني مساعده فعليه، يعني باينه من موسى، ماشي شي مساعده اللي زعما يعني شنو نقول لك، ما عرفتش نعبر. لدابا راني في 4 العمليات، العمليه الاولى تاع البيوبسي، العمليه الجوجه تاع البسوله، العمليه الثالثه تاع تحت الباط، ودابا راه كثرت ما بقاوليش العروق تحرقوا، ومدركبوا لي واحد لاباري هنايا، هي اللي راني ندير فيها اليوم الدواء. واخا كيما باش تقبض بلاصتها، راني في معاناة حتى هي معاها، ما كنعسش. كنطلب من الله ونطلب منكم ومن المحسنين يشوفوا من حالي ويعاونوني. هذا الشيء اللي كنطلب، ونطلب والله المعين.